بسم الله الرحمن الرحيم. نعتبر يوم القدس يوما هاما لتثبيت هوية المسلمين، هوية الأمة الإسلامية وأهداف الأمة الإسلامية وكرامة الأمة الإسلامية. فهل نتصور أن الإسلام يمكن أن يأخذ دوره التاريخي والسياسي والعملي والقدس العاصمة الثالثة للإسلام إذا جاز التعبير، قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين مصر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال تحت الاحتلال؟ هل نتصور أن الإسلام يمكن أن يقوم بدوره والصهاينة يفرضون علينا شروطا في الدخول والخروج والصلاة ويتشدقون كذبا بأن هذه المدينة المقدسة هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد وأنه ليس للمسلمين فيها شيء ولا للمسيحيين؟ طبعا هذا التزوير التاريخي الكبير الذي بدأ منذ هرتزل، منذ المؤتمر الإسرائيلي أو الصهيوني الأول عام 1897 وصولا إلى بعد بلفور 1917 وصولا إلى الاحتلال الأول عام 1948 وصولا إلى الاحتلال الكامل للقدس الشرقية عام 67 وصولا إلى التهويد والاستيطان الذي يزنر المدينة المقدسة بكافة أنواع الاستيطان والتزوير التاريخي والجغرافي والديني لهوية القدس. عندما أعلن الإمام الخميني رحمة الله عليه منذ حوالي 36 عاما، يعني منذ انطلاقة الثورة الإسلامية في إيران، هذا اليوم يوما للقدس العالمي، كان يعي هذه الحقيقة أن دور المسلمين سيبقى مكبلا وسيبقى هامشيا إلا أن تستعاد القدس، وكان يعي تماما أن استعادة القدس وأن تحريض المسلمين ليساهموا ولينتفضوا وليقوموا بواجبهم تجاه القدس لا يكون كاملا إلا بربط أفضل أيام، أقدس أيام السنة، وهي آخر أيام الصيام وآخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، ربط أقدس الأيام بأقدس قضية وهي قضية القدس وتحرير القدس. ولا شك أن هذا الموقف وهذا الإعلان من الإمام الخميني رحمه الله يرتبط ارتباطا مباشرا بالفهم العام لدور الإسلام في التاريخ ولدوره في المستقبل. نحن نرى اليوم والأمة في حالة ضياع وتشتت وتفتت، بل إن الجاهلية تنهش عقول المسلمين أو كثير من المسلمين، والتخلف يعم كثيرا من العقول والنفوس، بحيث يصور الإسلام اليوم قتلا وتفجيرا للمساجد وذبحا للأبرياء وإلغاء للآخر، ويعطي أبشع الصور عن الإسلام، حتى قال قائلهم مازحا: متى تقاتل أو متى يقاتل التكفيريون إسرائيل؟ فالجواب: عندما تعلن إسرائيل إسلامها يقاتلونهم عند ذلك، إنهم لا يقاتلون إلا المسلمين ويكفرون من عداهم وهم أجهل الناس بالإسلام أصلا.
قد ضاعت البوصلة خلال هذه السنوات الأربع الأخيرة، خاصة فيما سمي الربيع العربي زورا، وهو ليس إلا خريفا صهيونيا أو أمريكيا. هذا الخريف الصهيوني الذي نعيش فيه، هذه المؤامرة الكبرى أضاعت بوصلة المسلمين، وأصبح كثير من الجهلاء يعتبرون أن قتال المسلمين أو قتال السنة للشيعة أو قتال الشيعة للسنة أولى وأوجب من قتالنا لإسرائيل وتحرير الأرض المقدسة. هذه الجاهلية الجديدة تحتاج إلى صرخة توازيها، وليس أنسب من يوم القدس لنرفع الصوت عاليا في وجه هذه الجاهلية الجديدة، ونقول لهم، نقول للمخلصين الذين لا يزالون يعضون على حقيقة الإسلام ويتمسكون بحقائق الإسلام دون أن تزور عقولهم الحملات الإعلامية المغرضة ولا السياسات المنحرفة ولا الأوضاع المهترئة، نقول لهؤلاء: تمسكوا واعتصموا بحبل الله، وأعلنوا يوم القدس يوما للإسلام، يوما لعودة المسلمين إلى رشدهم، ويوما لتصحيح الانحراف عن الجادة القويمة التي أرادها الله للمسلمين، ويوما لوحدة المسلمين لا يتشدق فيه مسلم بمذهبه ويفضله على انتمائه للإسلام، ولا يكفر مسلم آخر ولا يعادي مسلم آخر إلا بقدر انحرافه عن الإسلام والقضية وفلسطين. وبالتالي نحن نقول لكل العقلاء ولكل الواعين الذين لا يزالون موجودين في هذه الأمة وأثرهم حقيقي وكبير: أعلنوا هذا اليوم يوم انتفاضة على الذات، يوم تصحيح للمسار، يوم ثورة حقيقية يعود فيها المسلمون إلى دينهم الحقيقي، إلى العصمة والاعتصام بحبل الله، إلى التمسك بدين الله وجهاد أعداء الله، ونبذ الفرقة الذي هو من علامات الشرك، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالمشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأيضا لا بد أن نذكر أنه من خلال أجواء يوم القدس، من خلال هذه الفكرة وهذه الثقافة وما تحملها من أبعاد، كان انتصار لبنان الأول والثاني والثالث والرابع، لكن نعني بشكل رئيسي انتصار عام 2000 وانتصار عام 2006 على إسرائيل. وفي ضمن هذه الأجواء وهذه الثقافة كانت انتصارات غزة المدوية على العدو الإسرائيلي 2009 و2012 و2014، كما لم يستطع جيش عربي أن يصمد في وجه إسرائيل، فضلا أن ينتصر أو أن يكسر الآلة الصهيونية العسكرية، استطاع المجاهدون في غزة أن يفعلوا ذلك. على المسلمين أن ينتبهوا إلى هاتين النقطتين المضيئتين في ظلام الأمة العربية: المقاومة في لبنان، انتصار المقاومة في لبنان، وانتصار المقاومة في فلسطين، كنقطتين رئيسيتين. نضيف إليهما انتصار المقاومة على الأمريكان في العراق، انتصار المجاهدين على المؤامرة والتفجير في سوريا وصمودهم إلى حد الآن إن شاء الله، وأيضا صمود الكثير من أهل الدين والإيمان في مواقعهم في وجه الفتنة المذهبية المستشرية والمتزايدة. انطلاقا من هذا الفهم الذي أولد هذين الانتصارين أو هذه الانتصارات العظيمة، ندعو المسلمين إلى تصحيح المسار بعد أن استفحلت المؤامرة الأمريكية الصهيونية
التي صنعت لنا داعش والنصرة وأمثالهما لتلفتنا ولتحرفنا عن صراط الله المستقيم وعن هدف المسلمين الواجب والضروري، ألا وهو القدس وتحرير القدس وفلسطين. كل عام وأنتم بأفضل مما نحن فيه إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله صيامكم وجهادكم وصبركم على الأذى والظلم في البحرين وفي كل مكان فيه صابر مؤمن يحتسب ما يفعل لله وينتظر فرج الله تعالى القريب بإذن الله، وإن غدا لناظره قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.